فيثاغورس عالم الرياضيات الشهير الذي جاعت حوله الكثير من الأساطير والقصص والحكاية التي بعضها يكون أقرب إلى الخيال. أسس فيثاغورس الجمعية الفيثاغورية ذات النزعة الصوفية الغامضة والنزعة العلمية والفنية. قالت الجمعية أن العدد هو أصل الكون، هو مادة الكون. كيف فكر الفيثاغوريون؟ تابع الحلقة الرئيسية عن الفيثاغوريين والجمعية الفيثاغورية، الرابط بالوصف.